بينورني ويشرفني في هذه اللحظات أستاذة حنان الشفاعة الصحفية المغربية والودادية جدا جدا جدا. حنان منوره ومشرفانا. النور نوركم. شكرا لأهلنا في مصر وسعيدة أنني نكون في قناة الأهلي. شكرا لك أمير، شكرا لكل طاقم الإعداد. أقول لجمهور الأهلي عليكي بقى شوية بتغزني أيام ماتشات الأهلي والوداد هناك في المغرب، وتوقعاتها دايما كانت بتبقى صح. الماتشين اللي عملناهم هناك في سنتين ورا بعض قالت إن الوداد هيكسب، وفعلا الوداد كسب. بعد ما كسبوا المهم إن هي مش تسكت، خلاص لازم ترخم عليا صح؟ الأكيد بعيد على واجبنا المهني ضروري يكون شد بيني وبينكم وبين جميع الإعلاميين اللي كاينين في قناة الأهلي. الأهلي تيبقى فريق كبير ونكون له كل الاحترام، والأكيد لما تيكون أمام فريق اللي هو مغربي وخاصة الوداد يكون تشجيع القلب للوداد. تحب الوداد أنت؟ أكيد. ماشي أوكي، خلينا نتكلم على بطولة الأمم الأفريقية ونبتدي بالمنتخب المغربي ومشواره في البطولة الغير متوقع، لأن الناس بعد البداية القوية للمنتخب المغربي فوزه في 3 مباريات بالتحديد مباراة كوت ديفوار وفوزه على المنتخب الليفاري بنتيجة 1-0 وأداء كان مقنع جدا جدا، فالناس توقعت أن المنتخب المغربي هيذهب بعيدا وبعيدا في بطولة الأمم الأفريقية. إيه اللي حصل في مباراة بنين؟ منتخب المغرب يدخل البطولة أمم إفريقيا هنا بمصر كأقوى مرشح على الورق طبعا، بالرغم أن في المغرب الكثير مرشحوش المنتخب المغربي بالنظر للأداء الباهت اللي ظهر فيه خلال المباراتين الوديتين بمراكش، بالرغم أنهم ليس بمعيار ولا مقياس نقيس عليه جاهزية الأسود للبطولة الإفريقية. مع انطلاق البطولة كان في المباراة الأولى مستوى اللي ماشي مستوى كبير، استطاع المنتخب يفوز بصعوبة وبنيران صديقة أمام المنتخب نابيا، لكن في المباراة الثانية أمام الكوت ديفوار ظهر الشكل الحقيقي للمنتخب المغربي اللي ذكر الجمهور أكيد بمبارياته في مونديال روسيا. المنتخب الوطني كان أكثر إقناعا، فاز بهدف اللاعب النصيري وكان يستطع يفوز بأكثر من هدف لو عرف كيفاش يترجم الفرص السانحة للتسجيل إلى أهداف. مباراة جنوب إفريقيا لم تكن بقوة مباراة الكوت ديفوار، لعبها الناخب الوطني ولعبها الناخب الوطني بذكاء وتكتيك مغاير، وكان قالها قبل في المؤتمر الصحفي. ظهر الوجه الحقيقي للمنتخب خلال الشوط الثاني اللي تسيدوا المنتخب وسجل هدف اللاعب مبارك بوصوفا، للاسف اعلن الاعتزال وكان من احد ركائز المنتخب. قدم مشوار كبير عن سن متقدم، اللي تنبغي نشكره كاعلاميه تنبغي نشكره كمواطنه مغربيه على كل ما قدم للمنتخب الوطني من تضحيات. امام البنين الكل انتظر انها تكون مباراة اخرى وغيكون ايقاع اخر، غيكون المنتخب الوطني اكثر اقناع، خاصة ان المنتخبات تدخلت بالتدريج في البطولة. الا ان ما كانش الاداء وما كانش النتيجة خاصة امام منتخب البنين لن نستصغره، اللي لعبنا امامه العديد من المباريات سواء الودية سواء الرسمية، فزنا عليه برباعية في أمم إفريقيا في 2004 تحت قيادة الإطار الوطني بدو زكي، فزنا عليه أيضا وديا في 2014 بالسداسية. الكل اعتقد أن المنتخب البنيني كيف ما تقولوا احنا في المغرب في الجيب، ولكن كانت مباراة اللي هي سهلة وقوية. السهل أن المنتخب كتاب مفتوح للمغرب وسبق أن فزنا عليه، الورق رشحنا، ولكن كرة القدم لا تعترف بالواقع بالورق، هي واقع وأداء وتكتيك في الملعب. وقوية لأن المنتخب الوطني يلعب بشكل دفاعي محض، وحنا تنعرفوا ان المنتخبات الافريقيه اللي من جنوب افريقيا ولا من غرب افريقيا التي تركوا للدفاع دائما تخلق مشاكل للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي تيبغي مساحات للعب تبرز فيها مهارات اللاعب المغربي اللي هو لاعب موهوب. امام المنتخب البنيني توظيف بعض اللاعبين بالنسبه للناخب الوطني، عدم تغيير بعض اللاعبين ومنهم حكيم زياش اللي كان في حاله شروط طيله المباراه، ويمكنش نحكموا نقولوا ان طيله مشوار المنتخب المغربي القصير، كذلك استصغار الخصم، ربما الثقه الزايده، ربما دخلنا المباراه البنين ونحن اعيننا على مباراه السنغال، في حين كان لابد أن نناقش مباراة. هو إقصاء صديقي أمير، هو إقصاء مر
بطبيعه الحال، هو اقصى امور وشكل صدمه ماشي فقط للجمهور المتابع المغربي ولكن حتى هنا في مصر، ان الجمهور المصري اللي تنشكره وتنشكره على المسانده القويه لاسود الاطلس اصيب خيبه امل لانه كانوا مرشحين للمنتخب الوطني للذهاب لابعد نقطه للمنافسه على اللقب، وتنعتقد ان كانت فرصه سانحه لاسود الاطلس على انهم ينافسوا على اللقب ويعودوا به من ارض الكنانه. مره اخرى الظروف غلبتنا وحنا ما عرفناش نتعاملوا مع المباريات وخاصه مباراه البنين، طلعنا من الادوار الاولى. حنا دائما كنا تنقولوا في النسخ الافريقيه القادمه ان المنتخب المغربي ما تيطورش في البطولات الافريقيه، دائما تتكون العوده سريعه حتى عود الاقصاء المبكر اختصاصا مغربيا بدون منازع. في السنوات الاخيره وخاصه في دوره الكابون كان هناك تحسن، تغيير مع الناخب الوطني هيرفيوانا، تاهلنا الى دور الربع، كان الاقصاء بضربه حظ للمنتخب المصري اللي تاهل على حساب المنتخب المغربي. كنا عازمين هذه النسخه على اننا نمشيو لابعد نقطه، للاسف كان توقف وكان اقصاء اللي هو مر العديد من الاسباب ساهمت فيه، ما نقولوش عامل المناخ، ما نقولوش توقيت المباريات لان ما يسري علينا يسري على جميع المباريات، وبالاكيد ان العناصر الوطنيه تاقلمت خلال التدريب مع الجو ولا مناخ مصر، ولكن احنا هزمنا نفوسنا بنفوسنا في حين ان كانت جميع الظروف في صالحنا، ظروف الاقامه، ظروف الجامعه المغربيه لكره القدم او بين قوسين الاتحاد المغربي لكره القدم وفر جميع الظروف والامكانيات الماديه للمنتخب من اجل انه ينافس ويعود باللقب. المنتخب الوطني حل ارض مصر عبر طائره خاصه، كان في احسن الفنادق، ربما الفندق الثاني احسن فندق من بعد الفندق اللي قامت فيه البعثه المنتخب المصري. توفر جميع الامكانيات سواء للاعبين سواء للناخب الوطني، مهما تعددت اسباب الاقصاء تبقى الاقصاء واحد واللي هو مر. زميل أمير، أنا ضد أننا نبقاو نبكيو على الأطلال ونبكيو على أن المنتخب الوطني طلع وأن المنتخب الوطني تقصى، أنا مع الاستمرارية، ماشي استمرارية الناخب الوطني، لأن الناخب الوطني هو المسؤول الأول والأخير على إقصاء المنتخب الوطني لأنه مسؤول على اختياراته. أكيد. يوم عطى اللائحة اللي تتكون من 23 لاعب الكل ما انتقدش لان تيبقى الاختيارات هو الاول والمسؤول عليها هو الاول، في حين انا كانت واحد الخيارات اخرى بحال مثلا تنعرفوا ان في العرف والتقليد ضروري من الاعتماد على الهداف الدوري المحلي، وهداف الدوري المحلي هو محسن ياجور. محسن ياجور لاعب كبير، لاعب الرجاء والوداد سابقا، ركما تجارب افريقيه عربيه، هداف كاس الكونفدراليه، كان يمكن الاعتماد على وليد الكرتي ولو انني لا اريد السن بس اللي اثر في انضمام محسن ياجور، ولكن على الاقل هو خارج من بطوله افريقيه من كاس الكونفدراليه، عنده تجربه ومتاقلم على الاجواء الافريقيه، بالاضافه الى اللاعب جبران، لاعب متصف الوداد، اللاعب وليد الكرتي اللي تنعرفوا ان تنقولوا بالمغربي فكاك الوحيل، بمعنى لاعب مهاري يمكن ان يغير لك النتيجه في اي لحظه، خاصه عندما تكون المباراه معقده. تنشوفوا انه سجل هدف اللي منح الوداد اللقب ضد الاهلي المصري، وكذلك سجل في مرمى الرجاء التونسي الهدف الذي أثار ضجة كبيرة وزلزل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وخاصة التحكيم. ما كناش بغينا ندخلوا في اختيارات الناخب الوطني لأنه هو المسؤول عليه، ولكن مع الإخفاق لابد أن يحاسب. طب ما هل ليه ما نقولش أن كان في سوء حظ بالنسبة للمنتخب المغربي في مباراة بنين، وبالتحديد فيما يتعلق بضربة الجزاء الخاصة بحكيم زياش؟ أكيد. الأخيرة يعني وجابها خلاص الحكم هيصفر، المباراة خلصت، المنتخب المغربي تأهل لدور الثمانية. أكيد هو سوء حظ وفي نفس الوقت سوء تدبير وتقدير من الناخب الوطني، لأن حكيم زياش كان خارجا ذهنيا من الكان، وخاصة في المباراة الأخيرة أمام البنين، كيف يعقل للاعب خارج ذهنيا شارد أن يتكلف بتنفيذ ضربة جزاء؟ لا أقلل من قيمة حكيم زياش، وربما أنا كنت من المدافعين على ضرورة وجود حكيم زياش في دورة الكابون، وإلى الآن حكيم زياش لاعب كبير، لاعب يتظاهره بالمستوى دائما، لاعب ربما لم يتأقلم على الأجواء، كذلك أن أنهى موسم ماراثوني وشاق مع فريق أجاكس أمستردام، توج باللقب الدوري الهولندي، فاز بجائزة أحسن لاعب، لعب مباريات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، سجل على ريال مدريد، ربما حتى تأثير العياء، ولا ننسى أن حتى توقيت البطولة الإفريقية هو توقيت اللي هو صعب، غالبية اللاعبين أنهم
موسم ماراطوني مع انديتهم تيكون الارهاق وما تتكونش اللياقه البدنيه بالشكل المطلوب. لا الوم بتاتا حكيم زياش، بل بالعكس ينتظره مستقبل واعد. ربما غابت الفعاليه الحكيم زياش في هذه الدوره، لكن سنحتاجه خلال دورات مقبله، وان شاء الله سيكون اللاعب الفاعل، اللاعب اللي يمكن نعم اللاعب اللي يمكن يمنح القاب لفريق عفوا للمنتخب الوطني. ولكن بما ان حكيم زياش كان متاثر نفسيا كيف ما شفنا في مباراه الكوديفوار، مباراه جنوب افريقيا، بعد المغادره ديالو ديال رقعه الميدان خلال فتره التغيير، اعتقد ان كان لابد ان يكلف بتنفيذ ضربه جزاء. لاعب يكون اكثر جاهزيه واكثر تركيز وعنده استعداد نفسي احسن. صراحه هو اخفاق. عايز اتكلم بالتحديد على الاعلام المغربي والشارع الرياضي المغربي، كيف استقبل هذا الاخفاق في التاهل لدور الثمانيه، وردود الافعال ايه؟ هل كانت بتتعلق بس بحكيم زياش ومستواه السيء على مدار البطوله، ولا بهيربي رينار وادارته للمباريات مثلا؟ اكيد حتى الاعلام المغربي ما تنصالحش على الجمهور المغربي تقبل الهزيمه بانها صدمه وكارثه، يمكن نقولوا حتى كارثه، لان كيف ما قلت لك جميع الظروف توفرت لهذا المنتخب من اجل انه يمشي للابعد نقطه. لا يمكن ان نحمل حكيم زياش كل المسؤوليه، لان حكيم زياش صراحه هو لاعب موهوب، ولكن يلعب داخل جماعه، داخل مجموعه، كان على الناخب الوطني توظيفه، لان لما تكون الخساره هي خساره مشتركه، عندما يكون الاقصاء هو اقصاء مشترك، عندما يكون الفوز هو فوز مشترك. الاعلام الوطني لم يكن قاسيا على حكيم زياش بقدر ما طالب بان الاداء ربما كان يكون افضل مما يكون عليه، واختيارات الناخب تكون الوطني تكون على احسن ما عليه، وكذلك التغييرات، لان تنعرفوا ان دكه البدلاء دائما تكون هي السلاح المدرب، كما شاهدنا مع المنتخب الجزائري المباراة الثانية في دور المجموعات الثالثة عفوا، لعبها بمنتخب ربما اعتمد فقط على لاعبين أساسيين، وما كان العطاء جيد، اللاعبين البدلاء كانوا بعطاء جيد. كيف ما قلت لك امير، ما بغيتش نبقاو نتكلموا في الاطلال وواقفين عند محطه الاخفاق. عندنا مستقبل، والمستقبل لابد من الاستمراريه، لا اقول استمراريه الناخب الوطني. الناخب الوطني ربما عنده عروض، احنا من قبل المجيء الى مصر عنده عروض فعلا. عروض اماراتيه، عروض سعوديه، عروض. المنتخب الوطني لن يتوقف عند محطه هيرفيرونا، هناك محطه وهناك مشوار لابد ان نكمله، لابد ان نفكر في المستقبل وان نستثمر الانجازات، لان حتى لا ننكر ما قدمه السيد. هل هو رحل رسميا خلاص؟ لا، لم يرحل رسميا، وربما هناك، هل في اتجاه للاقاله ولا هو اللي حيستقيل مثلا؟ ربما هناك تفاوض لكي ينهي العقد بصيغه رسميه ودي. بشكل ودي، وهذا افضل للطرفين. فعلا. وهناك سمعنا العديد من بدلاء المرشحين لقياده، هنتكلم على المرشحين، بس انا عايز اتكلم على التبعيات الخاصه بهذا الاقصاء بالنسبه للمنتخب المغربي. دنيا الاحرش تم اعفائها من منصبها كمديره للتواصل والاعلام في الاتحاد المغربي، كمان ادريس الاكمل المدير الاداري تم اعفائه كمان من منصبه. هل هي تبعيات طبيعيه؟ وايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه؟ مين اللي هيكون موجود في هذه الاماكن؟ صراحه هو حتى لو لم يكن هناك علاقه لهذا الاعفاء ولا الاقاله ولا الابعاد باقصاء المنتخب، الفتره والظرف تخليها ترتبط بها. دنيا الحرش شهادتي فيها مجروحه، دنيا الحرش الانسان المناسبه في المكان المناسب، صراحه شكل صدمه. وانت تابعتي معنا في السوشيال ميديا خاصه في موقع تواصل الفيسبوك، لانه هو اللي المغاربه نشطاء عليه، ان الكل تضامن مع دنيا الحرش، وهذا واجب. لأن السبب غير معروف، وأقيلت ولا أبعدت بمفوض قضائي، وهذا غريب في الأمر. إحنا في الوقت اللي كنا ننتظر مثلا مؤتمر صحفي للناخب الوطني، المدرب الوطني هنا، لأنه هو المسؤول الأول والأخير على الإخفاء والإقصاء، كان لابد محاسبته، لابد يطلع للإعلام يبين أسباب الإخفاق. لكن أن تتم إقالة دنيا الحرش بهذه الطريقة، شخصيا أعتبر الأمر غير مقبول، خاصة أنها كانت نشيطة، كانت مهنية، تطبق تعليمات المدرب، تعليمات
مع المغربي لكرة القدم مرتبطة ببرنامج تتعامل مع جميع الزملاء والزميلات على كويس يعني. نعم على قدم المساواة، وتتعمل دور كبير من أجل أن المعلومة والمعلومة الصحيحة التي تخول لها الجامعة أنها توصل الإعلامي توصل بشكل متساوي، من أجل أن خدمة للمنتخب الوطني. دنيا قامت بالعديد من الأعمال ولمعت صورة المنتخب الوطني إعلاميا، أعتقد كان لابد من تكريمها طبعا. وكان لابد هي التي تستمر أن تعفى بهذه الطريقة، شيء لم أستصغه ولم يستصغه زملائي في المغرب. إدريس الأكمل، إدريس الأكحل هو راكم العديد من التجارب، هو كان في عهد الجنرال حسني بسليمان كان مع فريق الجيش الملكي، ربما هذا زلزال تغييرات تريد طبعا. الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم الإقدام عليه، ربما الخطوة المقبلة هي تغيير الطاقم الطبي على رأسه سيد عبد الرزاق هفتي، صلاحية كلها مطلقة للجامعة لأن هي التي تعرف الكواليس وداخل المطبخ وتعرف كل شيء. لكن في هذه الفترة أعتقد أن أول شخص كان لابد أن يحاسب هو غوناغ، وأول شخص كان لابد أن يبعد عن المنتخب لكن بصيغة فيها إفادة للمنتخب هو الناخب الوطني. طيب في حالة إبعاد هيرفي رينارد واستقالته أو إقالته أو الاتفاق الودي اللي يحصل ما بين الاتحاد المغربي والمدير الفني، مين اللي ممكن يخلف هيرفي رينارد والأسماء أو أبرز الأسماء المرشحة لخلافه؟ لحد الآن ليس هناك اسم طارح نفسه بقوة، لكن الشارع الرياضي مع كل إخفاق للمنتخب الوطني أنت تعرف بادو الزاكي. بادو الزاكي لأنه يبقى الإطار الوطني الوحيد لأخرج الجمهور المغربي إلى الشارع، وصل إلى نهائي أمم إفريقيا في دورة تونس 2004 ولعب النهائي أمام تونس وخسر. يبقى صاحب ثاني أحسن إنجاز بعد منتخب 86 اللي فاز للأسف لينا من بعد ولكن اللي فاز باللقب اللي تشرفنا منتخب 86 تحت قيادة فارس والعديد من الأسماء. هناك كذلك الشارع الرياضي يريد بقوة حسين عموتة أنت تعرفه جيدا والجمهور الأهلي أكيد يعرفه، مدرب الوداد سابقا، مدرب الفتح فاز معه بألقى، مدرب السد القطري، ركم العديد من التجارب وبشخصية قيادية وبشخصية فولادية وحتى تكتيكو فاعل، ما تعطيش مساحات للاعب يراهن على الهجوم، ولكن الهجوم اللي فيه ذكاء وفيه عقل. هناك معاني اتجاه، انا مع الاتجاه صراحه، هما اولاد المغرب لا زكي لا عموته وقريبه من الاثنين. عموته اشتغلوا في الوداد وفي المنتخب، عموته ما اشتغلش في المنتخب الوطني، كان مع التركيبه الرباعيه وكان اسمه مرشح بقوه للمنتخب قبل زكي. نحن مع الرجل المناسب اللي يقود المنتخب الى التألق نعم، ويكون استمراريه ضروري وطني او اجنبي، والله ما كاين فرق، غير تكون استمراريه، لان احنا امير ما مطالبينش اننا نبدا من الصفر، نحن مطالبين نبدا من حيث سينتهي غوناغ، لانه قدم اشياء لا يمكن ان ننكرها له، مثلا التأهل الى كاس العالم بعد غياب طويل، التأهل الى كاس افريقيا، وكذلك التأهل الى دور الربع، ولو ان حلمنا ماشي هو دور الربع في دوره الكابون، هناك مكتسبات مع غوناغ لابد ان نستثمرها ونواصل، لا اريد الوقوف بتاتا والبكاء على الاطلال. مشكله حمد الله كان لها تاثير على المنتخب المغربي؟ لا اعتقد مشكله حمد الله كان لها مع احترامي للاعب ومع تقديري له والمستوى القديم المستوى الكبير اللي قدم في الدوري السعودي، وانه فاز بهداف تاريخي للدوري السعودي مع النصر، ولكن حمد الله لم يكن من ثوابت المنتخب الوطني لكي نتكلم عليه، لم يكن من ثوابت المنتخب، هو كان خيار وكان بديل للبديل خالد بوطيب، لو خالد بوطيب لم يكن مصابا، وبديل لبوفال. اعتقد حمد الله حتى هو يلام، لان مغادرته للمنتخب بتلك الطريقه، لو نفترض ان هناك مشاكل داخليه لابد ان تكون له مناعه وتكون له رغبه في الدفاع عن القميص الوطني. الحمد لله ان العناصر الوطنيه تناست بسرعه واقعه حمد الله، وجات بفكر وبتركيز اخر هنا للكان.
مع كل تقدير والاحترام لحمد الله. اكيد. طيب ده فيما يتعلق بالمنتخب المغربي، عايز اتكلم شويه عن رايك في المنتخب المصري والمفاجاه المدويه بخروج المنتخب المصري من دور ال16. هل كنت تتوقعي ان ده ممكن يحصل؟ صراحه قبل انطلاق البطوله لم اكن اتوقع، لان المنتخب الوطني معروف هو المنتخب المصري معروف هو المتمرس صاحب العدد القياسي لعدد الكؤوس الافريقيه، عامل التجربه بوجود لاعب اللي هو لاعب كبير محمد صلاح من النجوم العالميه اللي عطات شيء الكثير للكره الافريقيه والعربيه. ولكن باول مباراه المنتخب المصري اللي حضرتها في منتخب مصر كان الاداء متذبذب. المباراه الثانيه لم تكن تهمني الاقناع والاداء بقد النتيجه. اعتقد ان حتى خروج المنتخب المصري هو صدمه، لان الجميع كان يرشح المغرب والمصر الى النهائي، ولكن دائما الورق الملعب يعكس الورق. طبعا. لابد الكره تلعب في الملعب وبتكتيك وبتركيز بعامل نفسي يكون جيد. وهي صدمه وتنعتبر هو اقصاء مر وكارثه، اقصاء المنتخب المغربي واقصاء المنتخب المصري. ولكن ترجعوا تنأكد ان لا المنتخب المصري ولا المنتخب المغربي ما يمكنش يلعبوا بنجم واحد اللي هو زياش، ولا بنجم واحد هو محمد صلاح. كره القدم هي لعب جماعي، هي منظومه تكتيكيه، هي تفاعل المجموعه وتجانس المجموعه. كنا مرشحين المنتخب المصري بحكم ان عودنا على ان النسخه اللي تنظمها يفوز بها، ولكن حدث ما حدث وطلع المنتخب المغربي، وكانت صدمة أخرى بعد صدمة المنتخب المغربي. تنتمنى أنا على المصري بعد المنتخب المغربي. نعم. وتنتمنى احنا على يقين أن المنتخب المصري بسرعة سيسترجع أنفاسه وزمامه، وسيعود إلى البطولة الإفريقية خلال النسخة المقبلة بقوة. نتمنى المنتخب المغربي كذلك. هو الإقصاء كان صدمة، ولكن علينا التعامل مع الآن على أنها واقع وأمر حدث في الماضي، إذا لنفكر في المستقبل. شايفة أن خروج المنتخب المصري يتعلق بإمكانيات اللاعبين ولا بالإدارة الفنية؟ بأكيد الإدارة الفنية. كان انتقاد كبير من قبل على كوبر، ولكن كوبر كان على يحقق النتائج. نعم، كان يحقق نتائج وكان المنتخب أفضل. هو اي فريق في العالم ولا اي منتخب في العالم، اي اخفاق اي خروج، ضروري المحاسب الاول، ولا اللي تنعاتبه الاول هو المدرب. بالضبط. طيب البطوله بقى بشكل عام، شايفه تنظيميا رايك ايه في تنظيم مصر للبطوله، واهم الايجابيات اللي انت شفتيها من خلال تواجدك في مصر؟ اكيد ان مصر كسبت الرهان. تنعرفوا ان في وقت وجيز نظمت البطوله بعد سحب التنظيم من الكاميرون، واول مره تجربه 24 منتخب يشارك. هذا الشيء الجديد تعاملت معه مصر كأنها تعودت على تنظيم مثل هذه المباريات. الملاعب في المستوى، ولو ان الملعب اللي اكثر يمكن جاهزيه وجماليه برج العرب، اللي كنت حضرت فيه مباراه الوداد والاهلي، ما للاسف ما كانش عليه المباريات، ما كانش مبرمج، ولكن استاد القاهره ولا ملعب السلام، ملاعب بمواصفات جيده. مصر كسبت الرهان، وخاصه في حفل الاختتام اللي كان باهر وكان مميز وناجح. ما شرفش فقط مصر ولكن شرف لنكا عرب. الافتتاح نعم. الاختتام لسه ان شاء الله يوم 19. يمكن مع طلوع المغرب ومصر بدينا نتعجلوا بالافتتاح، ونتمنوا ان يكون الطرف النهائي يكون عربي. مصر كسبت الرهان من خلال الملاعب، وخاصه من خلال ملاعب تدريب. تنشوفوا ان العديد من الدول الافريقيه اللي تتنظم بطولات ولا نسخ افريقيه مع فقر في ملاعب التدريب. احنا شفنا ملاعب التدريب، ملاعب جيده بمواصفات جيده، شيء يشرف مصر ويشرفنا كعرب ويشرف القاره السمراء. طيب. اعتقد ان مصر نجحت واعطت الارضيه الصلبه للبلدان اللي غتنظم امم افريقيا خلال النسخ المقبله ان شاء الله باذن الله. خلينا نقول لحضراتكم ان مباراه السنغال وبنين حتى الان تعادل سلبي 0-0. وارد يحصل مفاجاه جديده وبنين تفوز على السنغال، ولا شايف ايه؟ كل شيء وارد، لان حتى المنتخب السنغالي بالرغم انه مرشح، المنتخب السنغالي دخل البطوله هو أكيد. اقوى مرشح يمكن المنتخب السنغالي، ولكن اداؤه دائما كان متفاوتا خاصه في دور المجموعات. عرفنا انه الصعود ما كانش خساره امام الجزائر، وبالرغم ان عنده لاعب اللي هو كبير سادوماني، ولكن كيف ما قلنا المنتخبات ولا الفريق القوي ما تعتمدش على لاعب واحد. في مقابل هو كان بيقابل الجزائر، منتخب نعم. تقيل قوي برضه، يعني عنده لاعبين مميزين. نعم. منتخب البنين هو الظاهره
والاكيد غيبغي ياكد النتيجه اللي حققها امام المنتخب المغربي، خاصه انه فاز بضربات الحظ وضربات الترجيحيه اللي تنسميها ضربات القلب، لانها تتوقف القلب ووقفت قلبنا كثير كمغاربه في مباراه البنين. المنتخب البيني اللي تيلعب بصرامه تكتيكيه بخط دفاعي قوي يصعب اختراقه، يمكن تحترم المنطقه والسنغال تصعد، يمكن المنتخب البنيني يواصل مفاجاته ويبغي ياكد على انه فاز نتيجه واداء على المنتخب المغربي. طيب. وللاسف اليوم كان ممكن ان المنتخب المغربي يكون طرف هذا المباراه، وكان ممكن يبقى منتخب مصر يلعب بالليل كمان النهارده يعني امام نيجيريا، وكان ممكن نكونوا في النهائي. يعني ده اللي حصل. تتوقعي مين يفوز باللقب في المنتخبات المتبقيه؟ عندنا المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، المنتخبين العربيين الوحيدين المتواجدين حتى الان في البطوله، هل بترجحي كفه احدهما ولا منتخب افريقي اخر هو اللي يفوز بالبطوله؟ الصراحه احلام العرب كلها تحملها على عاتق المنتخب الجزائري بدون استصغار المنتخب التونسي اللي كنت رشحته انه منتخب تونس قوي. لا رشحته، انا بحب تونس، شايفاني طول الحلقه عمال اقول تونس. والله انا رشحته للمرور، حتى زملاء تونسيين ما رشحوش، ولكن رشحته للمرور لانه عودنا خلال النسخ الافريقيه السابقه لانه تيدخل تدريجيا في البطوله، ومنتخب تيلعب بواقعيه وبالتكتيك. حنا تنعرفوا الكره التونسيه قوتها في الواقعيه والتكتيك الجيد، لان مثل هاد التظاهرات لا يهم الاداء، ليهم هو النتيجه. المنتخب التونسي بدون انتصار جميع المباريات جميع المباريات تعادل، وربما بنفس الطريقه يصل الى النهائي ويتلقى خاد اللقب، ولكن ارشح المنتخب الجزائري. منتخب قوي طبعا. منتخب طبعا. قوي على جميع المستويات، اقوى هجوم اقوى دفاع، تضم نجوم، لياقه بدنيه، لعب جماعي، رياض محرز، لاعب اللي حرز على الدوري الانجليزي المرتين، لاعب اللي منصهر داخل الجماعه داخل المجموعه، تنشوفوه ما تيلعبش بانانيه كبيره، تيرجع بمرات كثيره الى خط الوسط من اجل انه يقوم بدور دفاعي. هناك لاعبين كبار مثل السنغال جابت جول، السنغال جابت المنطق المنتخب الجزائري اللي تيلعب، وتحيه للجمال بالماضي لانه هو المدرب العربي الوحيد، تحيه ليه، والاكيد نبغيو ان اللقب يكون ليه، ما تنستنيوش وما تنقصيوش حدود تونس، حنا اللي خذا اللقب منا والينا، سواء تونس سواء الجزائر، ولكن الجزائر بالنظر للمشوار اللي قدمت تستحق اللقب، وخاصه ان اللقب لخاتو الجزائر غيكون في دماء مغربيه، كاين اسماعيل من اب مغربي وكاين محرز من ام مغربيه. كل تقدير وكل حب وكل دعم وكل تشجيع لتونس وللجزائر واللي خدا اللقب، الاكيد اللقب غيكون عربي ومغاربي ان شاء الله. انا بشكرك يا حنان، شكرا جزيلا، وان شاء الله المره الجايه كده الاهلي قبل الوداد ونكسب الوداد وناخد بطوله دوري ابطال افريقيا. كل شكر لك كل شكر لك امير، كل شكر لقناه الاهلي اللي تعتبرها قناتي، كنت مرافقه لكم في المغرب ساعدتينا كثير في الحقيقه. واجب في مونديال الانديه، هناك روابط كثيره تربط بين الوداد والاهلي، اللون الاحمر احمر طبعا. القاهره واحمر الدار البيضاء، حظ موفق للاهلي لكن ليس على حساب الوداد، اتمنى دائما يكون لقب ودادي عفوا الاهلي دائما الحسن على الوداد. لو تتذكر دائما انا في الفيسبوك تنكتب يا رب القرعه تضعنا مع المنتخب الاهلي، لان ضروري سنتواجد في النهائي ونفوز باللقب. المره الجايه الاهلي هو اللي هيفوز باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك يا حنان، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، وكنت سعيد جدا جدا ان انا شفتك وان انت كنتي معنا في حلقه النهارده. شكرا ليك وشكرا بزاف بالمغربي، ونتمنى حظ موفق للاهلي وكل التحيه والحب والتقدير لانصار الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. دي طبعا كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، شرفتنا ونورتنا استاذه حنان الشفاعه الصحفيه المغربيه، وكلمنا في امور عديده جدا. خليني اقول لحضراتكم وافكركم بكره باذن الله المباراه الوديه للنادي الاهلي هيتم اذاعتها على قناه النادي باذن الله في تمام الساعه الواحده صباح بعد غد، بعد ان شاء الله ما تخلص او تخلص حلقه ملك وكتاب على طول هتلاقي المباراه الوديه للنادي الاهلي الثانيه في معسكر اسبانيا امام فريق نيوبورت الكاونتي الانجليزي، وهتبقى مباراه اكيد تستمتعوا بيها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، واتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المرحله الهامه جدا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.